ردا على مجازر النظام الفاجر على أرضنا المقدسة وأطفالنا ونسائنا، أنا الملازم محمد دخان أعلن عن تشكيل كتيبة الشيخين أبي بكر وعمر درع الشام والخليج مع زملائي صف ضباط ومجندين والسوار مدنيين، ونعلن انضمامنا للجيش السوري الحر من أجل حماية المدنيين والمتظاهرين السلميين. عاشت سوريا حرة أبية، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.